السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حاب أخبركم إنه الفيديوهات القادمة مهمة جدا بالنسبة للمبتدئين، وحابب إنه الجميع أو جميع المبتدئين يتابعوا هاي الفيديوهات حتى يحصلوا على الفائدة منها. وكمان بحب أخبركم اللي بحب يشترك معنا ويحمل الفيديو كامل، لأنه أنا رح يكون هنا في شروحات ما رح أحملها بشكل طويل في هاي القناة الرئيسية، رح يكون التحميل الطويل في القناة الثانية اللي هي اسمها مشغل جلال فيديوهات كاملة، رح تلاقوا الرابط أسفل الفيديو. واللي بحب يتابعنا على الفيسبوك على صفحة مشغل جلال حسن أبو عبد الرحمن، وعلى جروب مشغل جلال الكهربائي على أساس يكون التواصل بيننا أسهل وأسرع. وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. طبعا هاي الخطوة الكبيرة العشرة بتكون مشتركة مع المجموعة اللي من التشغيل اللي بجانبها، فبفضل إنه أنا حتى أعزلها الآن، أحط عليها شوية لاصق من هون ومن هون، وبعدين أسقط المجموعة الثانية. طبعا الحمد لله أنا انهيت تسقيط التشغيل بالكامل زي ما انتم شايفين. طبعا لف زي ما حكينا مجوز ماشي بسلكين. طيب الآن بعزل التشغيل وبلف التقويم، بلف مجموعة من التقويم بورجيكم إياها إن شاء الله وبرجع لكم إن شاء الله. ما بدنا نطول أكثر من هيك بالفيديو، يعني في أمور راح أختصرها أنا بالتصوير على أساس إني صورت مثلها كثير في فيديوهات سابقة، بتقدروا ترجعوا لها، وخاصة في سلسلة ولاد الرافدين صورت كل شيء بخص يعني الأشياء المتشابهة بين الثلاثة فاز. أي نعم هي كانت سلسلة عن ثلاثة فاز، لكن مثلا طريقة التسقيط التنزيل في المجرى موجودة يعني في الثلاثة فاز وبالواحد فاز نفس الشيء، العزل نفس الكلام بالثلاثة فاز وبالواحد فاز نفس الشيء، يعني هيك أمور متشابهة أنا راح أختصرها يعني لأنها موجودة بفيديوهات ثانية. فالآن بعزل إن شاء الله وبرجع لكم بإذن الله. طبعا الآن أنا عزلت المحرك من الجهتين ولفيت مجموعة من مجموعات التقويم، هي ثلاث ملفات. طبعا هي عدد الملفين المشتركات 15 15، والكبيرة 50 زي ما عديناها احنا قبل شوي، 15 15 50. انا لفيتها 20 20 50، يعني زدت خمس لفات في المشتركات. افضل طبعا سلك 7.5 زي ما انتم شايفين، يعني احسن خليه يكون عدد التقويم، دائما عدد التقويم لما يكون اكثر من عدد التشغيل افضل واريح للمحرك. طيب الان بنجيب مسطرة مثلا زي هيك وبندخلها في المجرى المشترك وبندق عليها شوية هيك بالشاكوش على اساس انه احنا ننزل الملف تبع التشغيل لتحت شوي على اساس نفتح مجال لملف التقويم انه ينزل وما يحشر معنا. او في عندك مثلا اداة زي هاي موجودة بالسوق بتقدر تشتريها، بتدخلها زي ما هي هيك بالمجرى وبتضغط على ملف التشغيل فبنزل لتحت بهذا الشكل. طبعا هي تقريبا من ستانلس وناعمة جدا ما بتجرح السلك، فالمهم يعني انت بتشوف الطريقة المناسبة. المهم بدنا ننزل الملف المشترك، ننزله لتحت شوي على اساس نفتح مجال لملف التقويم. والان بدي اسقط ملف التقويم هذا، بدي بس اسقطه على السريع هيك.
بشوف انه بس المشترك اللي زدتها انا اللي فيها 5 لفات زيادة انه توسع وتيجي معاي ولا لا. الحمد لله توسع. نزلت معي الحمد لله. هو افضل احنا نزيد يعني يكون التقويم زيادة عن ملفات التشغيل احسن واريح للمحرك. لانه ملفات التقويم هي مساعدة بتشتغل مع التقويم مع التشغيل وبتساعده بالحمل يعني. وبتنزل الامبير طبعا يعني انت لو تشغل محرك بدون ملفات تقويم تشغله على التشغيل بس يعني مثلا تخليه يقلع وتفصل ملفات التقويم عن الدائرة زي محركات بعض الغسالات او التكييف. فلاحظ انه الامبير بيرتفع يعني بتلاقي الامبير ارتفع لما نفصل ملفات التقويم بيرتفع الامبير. ولما ترجع توصل الملفات التقويم مع التشغيل بتلاقي الامبير نزل يعني زي كأنه هي بتساعده بتحمل معاه للتشغيل. فعشان هيك برتاح الامبير شوي وطبعا بكون السخونة اقل او ما في سخونة على حسب. لاحظوا انتم في محركات طرمبات الماء بتلاقي التقويم ضعف عدد التشغيل يعني التقويم مثلا بتلاقيه خلينا نقول 50 لفة التشغيل بتلاقيه 50 لفة التقويم بتلاقيه 100 بتلاقي ضعف في المحركات السريعة اللي هي طرمبات الماء. فإذا كان كل ما كان التقويم عدده أكثر من التشغيل بكون أفضل وأريح للمحرك على حسب التصميم طبعا. طبعا اليوم النتائج التوجيهي والناس عندنا بالشارع بغنوا وبرقصوا للناجحين. احنا بنبارك للي نجحوا وان شاء الله انهم يكونوا من العاملين والذين يفيدون الأمة بما درسوا يا رب. طيب الان انا يعني بكفي ما بدي اطول اكثر من هيك بس كنت حاب اورجيكم انا شكل ملف تقويم بس انزله. خلوني انزل هاي على السريع اورجيكم اياها. لا اله الا الله. طبعا الان هاي هي يعني التقويم. ان شاء الله انا بلف باقي ملفات التقويم وبنزل بسقطها وبرجع لكم ان شاء الله. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.